صباح الخير عليكم في كل مكان. احنا لسه الصبح وخلاص بقى، يعني ايه متعودين ان احنا نروح نجيب الفول والطعمية وبابا غنوج والحاجات دي واحنا رايحين الشغل. خلاص احنا دلوقتي هنجيب الفطار في البيت. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض سلطة البابا غنوج في البيت بطريقة تحفة. يلا نشوفها ونرجع تاني. شفنا الطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تركية ولا اي حاجة، طريقة سهلة جدا وطعمها حلو جدا. ممكن اعمل ايه بالبتنجان تاني؟ انا طبعا اتكلمت عنه في حلقات تانية وهسيب لكم اللينك بتاع الحلقة ان شاء الله، بس هتكلم على حاجة جديدة فيه النهاردة. هجيب البتنجان بتاعي طبعا اللي هي البتنجانة الطويلة التخينة شوية دي، وهقطعها شرايح عشان هعملها رول باللحمة المفرومة. ازاي؟ هجيب البتنجان بتاعي واشوحه على النار في شوية زيت، او لو حابة اشويه في الفرن. هجيب اللحمة بتاعتي وبعدين هشوحها او اعصجها زي ما احنا بنعمل، وهضيف الطماطم والفلفل الاسود وطبعا فلفل اخضر وهقلبهم مع بعض. لو انا حابة احط كريمة بعد خلاص استوت معايا ممكن اضيف كريمة لباني، لو مش حابة خلاص يعني الخطوة دي اختيار مش اجباري. هحط الكريمة بتاعتي وهسيبهم يتقلبوا مع بعض تقليبة حلوة، وبعدين هجيب البتنجان بتاعي واحشيه واعمله رول كده زي الكوردن بلو، وهجيب الصينية وارص فيها البتنجان اللي انا عملته. حابة اضيف بشاميل تمام، حابة اسيبها كده من غير اي اضافات وادخلها الفرن واطلعها وبالهنا والشفا. طعمها حلو جدا وطريقة جديدة عن الطرق التقليدية اللي احنا ممكن نعمل بيها البتنجان بتاعنا. يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقات جديدة واكلات جديدة وقناة اكلتك. باي باي.